أيضا هناك بعض المتغيرات التي تحصل في جسم كبار السن، منها متغيرات عصبية جسمانية. طبعا تنعكس هذه الحالة على الحالة النفسية. أيضا الاضطرابات النفسية والعقلية للمسنين. أيضا لكل ما سبق نتبين لماذا تزداد نسبة إصابة المسن بالاضطرابات النفسية والعقلية، حيث تزداد نسبة تقريبا 20 إلى 37 تقريبا إلى 30% في المسنين. طبعا المسنين أولئك الذين يشعرون في ضغوط كبيرة في حياتهم، أيضا الذين يعيشون في مؤسسات رعاية المسنين تحصل لهم بعض الاكتئابات الشديدة والاضطرابات العقلية والعصبية، ويحسون يعني أنهم مقيدون أو ما شابه من هذا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس.